مدافع كرواتيا صلاح يملك فرصة في المونديال. السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم من جديد، وزي ما عودتونا وعودناكم ما ننساش نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وكمان نوحد الله، ولو مش مشترك يا ريت تشرفنا بالاشتراك وفعل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناة. أبدأ ديان لوفرين مدافع منتخب كرواتيا حزنه لغياب المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني عن نهائيات كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر، معربا عن ثقته بتواجد صلاح في مونديال 2026. وغاب نجم ليفربول الإنجليزي بعد فشل المنتخب المصري في التأهل إلى المونديال، بينما حرمت الإصابة ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ من التواجد في العرس العالمي مع منتخب بلاده السنغال. ويعد لوفرين صديقا مقربا لصلاح، إذ فاز سويا برفقة ساديو ماني بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا قبل أن يغادر الكرواتي إلى زينيت الروسي صيف 2020. وخاض لوفرين مباراته الأولى يوم الثلاثاء عندما تعادلت كرواتيا سلبيا مع المغرب، وقال بعد اللقاء عن ماني وصلاح أنهما نجمان كبيران، أعتقد أن كأس العالم في قطر يفتقد كل من صلاح وماني. وأضاف الشيء الجيد أن صلاح لا يزال بإمكانه الوصول إلى كأس العالم 2026 لأنه لا يزال صغيرا، بينما ماني لم يحالفه الحظ. أخي الكريم لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناة. دمتم في رعاية الله وأمنه.